اللائحه ذات نفسها داخلها في مخالفات، يعني هو دايما رئيس الجامعه بيتكلم على ان ما ينفعش يخالف قانون تنظيم الجامعات الحكوميه، ودوت حاجه غير يعني مش حقيقيه بالمره. القرار اللي صادر من رئاسه الجمهوريه بان الجامعه تتفتح مكتوب فيه ان من حق مجلس الجامعه اصدار لائحه خاصه بالطريقه اللي تضمن ان العمليه التعليميه والحياه الطلابيه داخل الجامعه تبقى ماشيه بشكل كويس. فهو اللائحه اللي هو اصدرها من غير موافقه الطلبه بتقول فيها مخالفات كتير جدا لقانون تنظيم الجامعات، فيها مثلا طريقه حساب الاتحاد، ما فيش في اللائحه الحكوميه بتقول ما فيش عضو اتحاد بيتفصل من غير موافقه مجلس الاتحاد. هو مدي الحق دوت لاداره الجامعه بعيدا عن اتحاد الطلبه المنتخب او اي حاجه تانية، مفصل مواد معينه عشان ناس معينه ما تنزلش الانتخابات. الانتخابات ذات نفسها هو كان محتاج، معايا احصائيه هنا، يعني هو كان محتاج 288 عضو حسب اللائحه اللي واخدتها. في الحقيقه ما تمتش انتخابات في الجامعه، يعني في طلبه راحت سالت على صناديق الانتخابات فين عشان تحط اصواتها، اتقال لهم لا احنا ما عندناش انتخابات النهارده. ف يعني انتخابات صوريه جدا ما فيهاش اصوات للحق، صناديق فاضيه تماما ما فيهاش ولا صوت. ومع ذلك الجامعه بتنزل خبر على موقع الجامعه ان تم ترشح مئات الطلاب وتم مشاركه مئات الطلاب في الانتخابات، مع ان لو هما في فعلا مئات الطلاب اترشحوا فكان الاتحاد على الاقل اكتمل ده. فنيجي بقى للدور الحقيقي للاتحاد اللي هو تمثيل الطلبه قدام الاداره وتمثيلهم وتمثيل الجامعه في يعني في المحافل الطلابيه المختلفه. من انهي ناحيه الاتحاد يقدر يمثل الطلبه وهو الطلبه ما انتخبتوش؟